طرف ما كما يبدو يجر الآخر الآن نحو لب الموضوع، بلاد الشام. وقت لا يزال أمامنا لمواجهة أخيرة، فمن الذي يحدد الزمان والمكان؟ ينبغي أن نخبئها إلى حين يدخل الوحش الكبير إلى بلادنا وهو داخل لا محالة. هذه ما نبوءة ولا تخريص، هذا الواقع. إن استراتيجية واقعية تقول ذلك، والنبوءات النبوية تقول ذلك. وسينزل الروم بالأعماق حتى ينزلون بدابق قرب حلب، هذا حديث. وتكون فصات المسلمين في الغوطة وفي مدينة يقال لها دمشق. تبنلغي الأحاديث من شان أنه لا يقال عنا أننا القاعدة. من محافظة حلب خرج من صار بعد ذلك واحدا من كبار منظري تنظيم القاعدة، أبو مصعب السوري، مصطفى ست مريم نصر، أو عمر عبد الحكيم. تتضارب الأقوال بشأن اعتقاله من عدمه. لأجل قيام المقاومة الإسلامية العظمية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يتطور الجهاد الإسلامي في رأيه عبر 6 مراحل شهدنا منها حتى الآن مرحلتين: ضرب أمريكا في عقر دارها واستدراجها إلى بلاد المسلمين، جدول عمل محدد البداية والنهاية. أما الدرجة الثالثة من خطوات استراتيجية القاعدة التي تبدأ في عام 2007 إلى عام 2010، تقوم على بناء القاعدة الصلبة في العراق لتكون منطلق لخلخلة الأوضاع الأمنية في لبنان وفي سوريا، لتكون بلاد الشام منطلقا لهم للوصول إلى الهدف الرابع وهو الاشتباك المباشر مع إسرائيل. فيفر الثلث الأول من المسلمين يهرب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتل الثلث، هم خير شهداء الأرض عند الله، يعني أفضل شهداء الأرض سيكونون الثلث الذي يقتل في بلاد الشام، والطرف الثالث اللي هو وثلث يفتح الله عليه. إذا كان يعني أبو مصعب السوري قد حلل هذا التحليل، فهو يبدو أنه قد اكتسب، يعني استخلص واستسقى هذا الخبر من وجهة نظر شرعية بحتة. في طريق الوصول إلى ذلك وفقا لأبي مصعب السوري تبقى مراحل 3 لم تعد بعيدة، بل هي الآن على مرمى البصر. المراحل 3 الأخيرة رقم 4 و5 و6 تبدأ من عام 2010 إلى 2020. تقوم هذه المراحل بعد أن تنتهي المرحلة الثالثة بالاشتباك مع العدو مباشرة من خلال بلاد الشام، ستقوم الأنظمة العربية الحاكمة في مقام ذلك مما يعريهم أمام الجماهير، ويظهر أنهم هما حراس إلى المحتلين وليسوا مدافعين أو محررين، مما يدفع إلى حدوث اشتباك مباشر ما بين القاعدة وأنصارها وما بين هؤلاء الحكام، يؤدي ذلك إلى تغيير أنظمة الحكم هذه واستبدالها بأنظمة حكم ترضى في الحد الأدنى عن القاعدة، إن لم نقل حليفة للقاعدة. بعد ذلك ينتقلون إلى المعركة، إلى مرحلة الإعداد الشامل، وهي المرحلة 5 التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية. يراها البعض على الجانبين مواجهة دينية عقائدية خالصة يحكمها نص سماوي لا فكاك منه، ويراها البعض الآخر حرب مصالح ترتدي قناع الدين. لكن الذي لا شك فيه أن هوة تزداد اتساعا كل يوم فيما يحكم اليمين المتطرف قبضته على الغرب وسطوته على الشرق، وينتشر بالمقابل فكر القاعدة في الشرق ويطال الغرب. لمن الملك اليوم؟ في ظل هذا الواقع الجديد، من الصعب أن نتوقع من المعتدلين على الجانبين أن يبقوا هكذا معتدلين إلى ما لا نهاية. وأمام أعينهم كرة تدحرجت من أفغانستان وعبرت العراق إلى بلاد الشام. إنهم لم ينتهوا من أفغانستان بعد، ولم تنتهي أفغانستان، لا، سينشأ لهم أجيال قادمة قد يكون
نسوا أن كيسنجر قال لرئيس الوزراء العدو الإسرائيلي يوم وقعت اتفاقية كامب ديفيد إنني أسلمك أمة نائمة، فالأمة الإسلامية تنام ولكن مشكلتها أنها لا تموت، فاستسمع ما استطعت نومها، فإن استيقظت أعادت بسنوات ما أخذ منها بقرون.